مرة أخرى مشاهدينا الكرام للحديث حول هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب بالأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينضم إلينا من كوفنتري. مساء الخير أستاذ رامي. وكذلك من الجزائر ينضم إلينا الأستاذ سمير سطوف المنسق العام للتجمع الوطني السوري الموحد. أستاذ سمير مساء الخير. يا مساء الخير لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. ومن الكويت الأستاذ علي أمين سويد الكاتب السوري المعارض. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا ولضيوف الأعزاء والمشاهدين الكريم. أهلا بكم جميعا. دعونا نبدأ مع الأستاذ رامي عبد الرحمن باعتباره يمتلك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. أستاذ رامي، ما المعلومات المتوفرة لديكم بخصوص أعداد المرتزقة الذين تم إرسالهم إلى أقليم كردستان؟ نعم، مساء الخير، طبعا تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني رحلة ارتزاق أو ما يعرف بمسلسل الارتزاق من قبل مجموعات لا علاقة لها لا بثورة لا بشعب سوري، هم ليسوا إلا مرتزقة للاحتلال التركي. نحو 400 مرتزق بالفعل زج بهم أردوغان قائدهم وسيدهم في جبال أقليم كردستان لقتال حزب العمال الكردستاني. كانوا قد دربوا بشكل مكثف بإشراف ضباط أتراك، وقالوا بأنها حينها بأنها تدريبات للجيش الوطني في ريف حلب الشمالي وفي تركيا من أجل قتال قوات سوريا الديمقراطية داخل أراضي سوريا، وإذا بهم دربوا من أجل إرسالهم إلى أقليم كردستان العراق لقتال حزب العمال الكردستاني. هذا الشيء ليس بالجديد حقيقة الأمر، يعني منذ أن ارتضوا لأنفسهم بأن يكونوا أداة بيد أردوغان لقتال أبناء الشعب السوري وتخلوا عن كل ما قالوا بأنه يعني طلب للحرية، علمنا بأنهم مرتزقة بغض النظر إذا قاتلوا داخل الأراضي السورية وقتلوا أبناء الشعب السوري وأيضا قاتلوا في ليبيا. واليوم أردوغان اعترف في حقيقة الأمر وأمس اعترف بأنه لديه من يقاتل في تركيا واعترف بناغورنو كاراباخ وسيعترف يعني صاغرا بموضوع النيجر. وأيضا عندما نشاهد قتل ما يعرف بالمرتزقة أردوغان أو الجيش الوطني في جبال كردستان سوف يعترف أيضا بوجودهم في للقتال هناك. وكل صغير وكبير في مناطق سيطرة الاحتلال التركي يعلم بأن أردوغان أرسل المئات إلى أقليم كردستان العراق، إلى جبال أقليم كردستان العراق، وحتى حكومة الأقليم هي على دراية بموضوع إرسال هؤلاء المرتزقة لـ400 مرتزق على الأقل إلى هذه البقعة الجغرافية من شمال العراق لقتال حزب العمال الكردستاني. مقابل ماذا أستاذ رامي هذه المرة يقاتلون؟ لهم مقابل الأموال، يقاتلون بين 2500 إلى 3000 دولار. سابقا كانت تدفع أحد دول الخليج الأموال في ليبيا وأموال في بقعة جغرافية أخرى، ولكن اليوم من سيدفع لهؤلاء؟ هل سيدفعون لهم الأموال من الخزينة التركية؟ وهل هذا أردوغان في حال قتله هناك سيدفع أموال لزويهم؟ أم هؤلاء أيضا يعني لم يعد لهم أهمية لدى أردوغان، من الممكن أن يقتلوا ولا بواكي لهم، يقتلوا هناك ومن ثم تشيع جسامينهم وانتهى الأمر كأنهم غير موجودين أساسا إذا كان هناك في الأساس تشيع لجسامينهم. يعني نتحدث عن النيجر، هناك قتلة في النيجر جميع جسمان شخص واحد فقط حتى اللحظة. نعم أستاذ رامي، هل مهمة القتال في جبال كردستان مهمة سهلة أو تشبه مهمة الارتزاق في ليبيا أو أرمينيا أو بقية المناطق؟ يعني أنا عندما أستمع إلى مرتزقة أبو عمشة العمشات أو مرتزقة الحمزات، يعني اعتقدنا بأنهم قوات مارينز أو قوات خاصة في جيوش في الجيش الروسي والجيوش الكبرى. هؤلاء عبارة عن جماعة يعني لولا الطائرات التركية لما تمكنوا من التقدم واحتلال أي منطقة برعاية تركيا داخل الأراضي السورية. ليست سهلة، والدليل على ذلك بأنهم لا يوجد لديهم خبرات عالية. دعك من هذا الاستعراض والعرض العسكري الذي كان يجري في مناطق الاحتلال التركي من قبل العمشات والحمزات وآخرين تحت راية علم الاحتلال التركي. هؤلاء ليسوا من قوات النخبة كي نقول بأنهم يستطيعون القتال بشراسة في جبال كردستان العراق. نعم. طيب هل هناك أعداد أخرى أستاذ رامي يتم تدريبهم أو تجهيزهم لإرسالهم إلى أقليم كردستان؟
هي ما تعرف بالكلية الحربية بين مزدوجين أو بين ألف مزدوج. حقيقة الأمر لديها الآن من يدرب هناك، والمضحك بأنهم يحصلون على رتبة ضابط خلال 6 أشهر. لا أعلم، هاي زي الكلية الحربية التي تعطيك رتبة ضابط خلال 6 أشهر من التدريب، ومن ثم يسج بك كمرتزق في كردستان العراق وفي النيجر وفي بقعة جغرافية أخرى من العالم. لذلك أقول بأن أعداد جديدة ستصل بعد أن يموت بعض هؤلاء في القتال في أقليم كردستان العراق. ولكن هنا السؤال، يعني أين الائتلاف السوري المعارض؟ دعك من عبد الرحمن مصطفى، هو مترجم قوات الاحتلال التركي، وهو يعني صوت لأردوغان وانتخب أردوغان في تركيا، ولكن هذه البحرة رئيس الائتلاف السوري المعارض أين هو؟ لا يرى هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون هنا وهناك، أو هو غير قادر على الحديث بأن أردوغان جند مرتزقة وحول أبناء الشعب السوري إلى مرتزقة، إلا إذا كان لا يعلم يعني تلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر، وهو يعلم جيدا ويعلم ما يدور ويعلم كيف أنه يعلم الصغيرة والكبيرة في شمال سوريا ومناطق الاحتلال التركي، ولا يعلم بأن هناك الآلاف من السوريين باتوا مرتزقة لدى حكومة أردوغان. سؤال أخير أستاذ رامي، ما مصلحة سوريا أو القضية السورية أو قضية الشعب السوري من وراء ارتزاق هؤلاء؟ يا سيدي، ما مصلحة سوريا باتفاقيات سوشي؟ وما مصلحة الشعب السوري بأن يكون هناك حلب الشرقية مقابل درع الفرات؟ ما مصلحة الشعب السوري بأن يكون هناك عفرين مقابل غوطة الشرقية؟ ما مصلحة الشعب السوري أن يكون نصف إدلب مقابل مناطق نبع السلام أو احتلال مناطق في شمال سوريا؟ لذلك أقول ما مصلحة سوريا، ما حققه سوريا والمصلحة التي حققها الشعب السوري من يعني الجري وليس المشي حقيقة الأمر وراء أردوغان وأمام أردوغان كالقطيع. لذلك أقول بأن الشعب السوري ليس لديه مصلحة، والثورة السورية لا مع أردوغان ولا مع مرتزقة أردوغان، لأن طالب الحرية من المستحيل أن يكون مرتزق. شكرا جزيلا للأستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري.